يا رب يا رب خذني إليك لأسألك حكمتك في تعذيبي. خذني إليك أو كف عني العذاب لأستريح. يا رب هل أنت ما... أستغفر الله أستغفر الله، إني مقتنعة بوجودك وقلبي يرتجف رهبة كلما ذكرتك، ولكني أتساءل وأنت الحق والفضيلة والخير، لماذا يتركنا الحق للضلال؟ لماذا تتخلى عنا الفضيلة وتتركنا للخطيئة؟ لماذا ينتصر الشر فينا على الخير؟ لماذا يرتكب الإنسان الشر ثم يندم ويستغفر الله؟ لقد ارتكبت شرورا كثيرة ولكني حائرة أتساءل، هل حرماني من أمي هو الذي دفعني إلى الشر؟ لقد طلقت أمي وأنا في الثانية من عمري، وتولى أبي تربيتي، كان هو أبي وأخي وأمي، وهبني شبابا وعاش لي وحدي، ورغم ذلك لم أستطع أن أعوض حرماني من أمي. كنت أحسد كل فتاة لها أم، إن في حياة البنات أمور لا يفهمها إلا الأمهات، وكانت هذه الأشياء فاصلا بيني وبين أبي، بدأت حينما انطلقت أنوثتي وبلغت مبلغ النساء، ودفعتني إلى الإحساس بأني وحيدة ومظلومة. كان أبي هو الشيء الوحيد الذي يخصني، لم تكن حقوقي عليه حقوق الإبنة بل أكثر من ذلك، كنت أعتبر نفسي مسؤولة عنه وعن إسعاده. كنا نعيش أنا وأبي وعمي الذي كان يكبرني بسنوات قليلة، وكنت أنا سيدة المنزل. إن الشر لا يبدو أبدا على وجهي، إنه وجه بريء ساذج كوجه طفلة لم تتلوث بعد بزحام الحياة. لقد بدأت الشر في مقالب صغيرة ثم تطور إلى مصائب كبيرة، لم تسلم منها زميلاتي في المدرسة. كانت كوثر تحب مدحت ابن خالتي، فأقنعتها بالكذب أن مدحت يحبني، واستطعت أن أفرق بينهما وأهدم حياتهما لمجرد حبي للشر. ولكني لم ألبث أن بكيت أنا الأخرى، بكيت ليالي طويلة ندما على ما فعلت، وكنت دائما لا أنام. حياتي بدأت تتحرك في عمري، كنت في السادسة عشرة من عمري، وكنت طالبة في القسم الداخلي، وحضر أبي واستأذن مديرة المدرسة في أن يصحبني إلى البيت.
تعرفي يا ناديه، انا مش عاجبني عيشتك في المدرسه الداخليه دي. ليه يا بابا؟ دي مدرسه كويسه قوي. انت عارفه اني ما دخلتكيش داخليه الا غصب عني. ما كانش ممكن بعد ما بقيتي في السن ده تعيشي في بيت ما فيش واحده ست تاخد بالها منك. البركه في ده يا حليمه، دي بتحبني زي ماما واكتر. برضو مهما كان اسمها دادا، عشت طول عمري مشغول عليكي. في حاجات، حاجات كتير في حياتك ما كنتش عارف اكلمك فيها ازاي، لكن في حاجات مش ممكن تكلمك فيها الا واحده ست. انا عمري ما اشتكيت من حاجه. ايوه لكن لازم نعيش مع بعض على طول. تعرفي يا ناديه، يوم ما تتجوزي هشترط على جوزك انه يتجوزنا احنا الاثنين. ما كانش في طريقه ابدا اننا نعيش مع بعض الا اني اتجوز. اتجوز؟ ايوه يا ناديه، انا عشت 14 سنه من غير جواز علشان خاطرك. كان لازم اتجوز دلوقتي علشان خاطرك برضه. ميرسي. ما كانش ليا شرط ابدا في الست اللي هتجوزها الا انها تاخد بالها منك، والحمد لله لقيتها. انا متاكد انك هتحبيها. المهم ان انت اللي تحبها. اذا حبيتيها يا ناديه هحبها انا كمان. مبروك. مبروك حاف كده. المهم عندي سعادتك يا بابا. انتي احلى كتير من صورتي. ميرسي. طنط صفية. يا عزيز ناوي تسكر ولا ايه؟ ده تالت كاس. عامل ايه؟ انا جعت خالص. الظاهر ناديه مش ناويه تنزل الا لما اطلع اجيبها. ايش؟ ايه الأبهة دي؟ تسلم ايديكي يا صافي. شايفين الست في البيت بتغير كل حاجه ازاي؟ انت عامله في روحك كده ليه؟ ايه التسريحه دي؟ ايه وحشه؟ مش وحشه بالعكس، ده انت بقيت دلوقتي زي طنط صفيه بالظبط. بقى انا حلوه زي ناديه كده؟ مش معقول، دي ناديه زي القمر. اتفضل. اقعدي هناك يا ناديه عشان تبقي في وشي. يلا حبيبتي. امرنا لله، خلينا احنا في الترش. هنعمل لك ايه؟ يلا اتشتر وشوف لك عروس. انا عروست اهي. فشر والنهارده اجوزها لك؟ انت راجل سهير وبتاع كباريات. زمان وانا صغيره كنت دايما اقول هتجوز بابا. هو بابا فلت من ايدك، مش فاضل غير. انا بيتهيألي ان مفيش راجل في الدنيا يستاهل ناديه. ولا بابا يا طنط؟ هو باباك ده في منه اتنين في الدنيا. ومع ذلك ربنا يكتب لك واحد زيه. في خضار ايه؟ مسجعه يا فندم. حفيظ دي ما تمشيش مع الويسكي ابدا. انا لسه ورايا سهره طويله، الليله الكبيره النهارده. سامعة يا صافي؟ اهي كل الليالي بالشكل ده. في الحقيقه انا طلبت من الطباخ يعمل المسقعه دي مخصوص عشان عرفت ان ناديه بتحبها. قول لي انت بتحب ايه وانا اعمله لك كل يوم. بحب السهر. والسلف، اشمعنى ده اللي نسيته؟ فاكر فاكر، انت هتذلني بال100 جنيه اللي استلفتهم منك؟ طب والله ما انا واكل. ليه يا عزيز؟ سيبيه يا طنط، ده انا فاهماه لازم وراه حاجه عشان كده بيبص الساعة من الصبح. بقى انت بنت اخ، ده انت حما وسلفة واخت جوز. السلام عليكم. مع السلامة. كفاية شرب. Thank you.
تصبح على خير يا حبيبي. ما تنسيش تقفلي باب الفرندا. تصبح على خير يا ماما، وانت من اهل الخير يا نادية. بالعكس انا شايف انها هتولع طول ما انت جنبي، بحس كاني عيد نار. بتعملي ايه؟ ده الدفء. الدفء ما يبقاش كده. حط الزهرية دي على البوفيه هناك. حليمة ابقي صحي نادية، الساعة بقت 10.
صباح الخير. بس صباحيتك انت وابن الحلال يا رب. باباكي وست صفيه وسيد عزيز مستنيينك. عمي صحي كمان؟ ايوه يا ستي، من يوم ما جت ست صفيه والدنيا انقلبت. انا بيتهيألي ان كل حاجه في البيت بقت جديده وجميله. ابدا، المباني هي بس كانت زحمه شويه. انا عمري ما فكرت ان في حياتي هصحى يوم بدري بالشكل ده. بدري ايه؟ الساعه 10 ونص، من بكره الفطار الساعه 8 وهنصحيك غصب عنك. اهو جواز ابوكي هيجي فوق دماغي انا وانتي. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي. احنا لازم نعرض نادي على دكتور، بيتهيألي انها ضعيفه شويه وعايزه مقوي. مقوي ايه يا ست؟ انا عارف دواها دي، عايزه لها عريس. عريس؟ اهو ده يبقى اكبر مقلب ياخده واحد في الدنيا. فاكره يا ناديه يوم ما قلت لك اقلي لي ثلاث بيضات حرقت ايديكي وكنت هتحرقي البيت كله؟ كلنا كنا كده واحنا صغيرين. انا هعلمها كل حاجه وهخليها تبقى زيي تمام. يا ريت تبقى نصك يا حبيبتي. وانتوا عايزين تتجوزوني ليه؟ اتضايقتوا مني؟ الو 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 صفية الو. محدش بيرد. رد انت يا طن. الو. اهلا وسهلا، ازيك يا عمتي؟ يوم الخميس الساعة كام؟ 7. بكل ممنونية. ضروري ضروري إن شاء الله. مع السلامة يا عمتي. تعرف يا بابا، أنا مش هكلم عليا صاحبتي أبدا. ليه يا حبيبتي؟ دي بنت كويسة ودمها خفيف. تصور إني كنت عندها مرة وسابتني وقعدت تكلم واحد صاحبها في التليفون. تصور إنها كانت بتكلمه ومامتها قاعدة معانا. يا شيخة حرام عليكي. ايوه كانت بتكلمه على انه واحده صاحبتها، والغرابه ان لسانها ما وقعش ولا مره، ما غلطتش ولا غلطه. احنا مالنا ومال الناس؟ صدق يا احمد، بنات اليومين دول يقدروا يعملوا كل حاجه. تيجوا معايا النادي يا جماعه نتسلى شويه؟ والله كان نفسي عزيز، بس لسه ورايا شغل البيت. ما تاخد ناديه معاك تتسلى؟ لا انا تعبانه مش عايزه اروح. مستنيينك على الغدا يا عزيز. طبعا، هو انا بقيت اكل بره ابدا؟100 مرة كمان. طيب. طيب ايه؟ لازم تقولي انك قبلت اعتذاري. وان ما قلتش؟ مش هتغدى، ولا اتعشى، ولا نام. اعتبر المسألة منتهية. شكر جدا. كبار. ايه في حد بيضايقك؟ لا، أبدا. أصل مصطفى ده أنا عارفه، ده عامل نفسه لسه شباب. وماله؟ أنا ما بحبش العيال الصغيرين. ده واد تلفان كل يوم مع واحدة. مل عليك أنت وعلى استقامتك. أنت كنت فين؟ بقى العطاولة. الأشاد بتاعك كان أسمر ولا بلون؟ أحمد. Thank you.
نعم. حضرتك الأستاذ مصطفى؟ أيوة. واحدة يعني مين؟ واحدة. أنت مش تحب تكلم واحدة؟ إنما أنا متأكدة إنك تحب تكلمني. أبداً ما حدش مسلطني. أنا واحدة معجبة بيك. يعني حضرتك شفتيني وعرفاني. طب مش حرام عليك تكلمي واحد تعرفيه وهو ما يعرفكيش؟ دي أنانية. أنت تقدري تصوريني قدامي. لكن أنا طول ما بكلمك وأنا بسأل نفسي يا ترى هي مين؟ يا ترى حلوة؟ يا ترى وحشة؟ يا ترى مين مسلطك عليا؟ يا سيدي استحمل شوية. أنا واحدة مش هتندم لما تعرفها. لا بعدين لما اطمن واعرف انك تستاهل. حد قالك اني ناقص ستات؟ اترجيتك تكلميني في التليفون علشان تمتحنيني وتشوفيني اذا كنت استاهلك ولا ما استاهلكيش. الو الو استنى دقيقة واحدة انا هقفل السكة. عايز اقول لك ان حكايه التليفون دي بطلت من زمان. الدنيا اتغيرت. دلوقتي في نوادي وحفلات ومجتمعات علشان الناس تتعرف ببعض. اصل مش معقول ان البنت اللي تكشف نص جسمها على البلاج تخبي اسمها في التليفون. الناس مبقاش عندها وقت للنفاق ده. يعني كنت عايزني اهجم عليك في النادي واقول لك اني بحبك. ما دام المساله وصلت للدرجه دي، اسمحي تقولي لي انت مين؟ انا هعد واحد، اثنين، ثلاثه. اذا كنتيش هتقولي انت مين هنحقق في السكه. واحد، اثنين، ثلاثة. النمرة غلط يا فندم. أنا نادية لطفي، وأبويا اسمه أحمد لطفي، وساكنة في الدقي، وسبق شفتني وعجبتك، وخبطتني بالكرة النهاردة الصبح كمان مبسوط. كويس أوي. وهشوفك امتى؟ ارجوك يا نادي اذا كان لازم نشوف بعض يبقى النهارده احسن من بكره. طيب بكره الساعه 4:30 قدام نادي الفروزيه. لا 4:30 ارفار. بيدي مجهولة تدفعني نحو مصير مجهول، وأحس بأني أريد أحدا بجانبي، أريد إنسانا يرشدني ويدلني على طريق الأمان، ولكني لم أجد أحدا، فأنا لا أستطيع أن أستشير أبي ولا زوجته، إني أحس بالوحدة كما أحسستها من قبل، وأشعر بالخوف من مصطفى، إنه أقوى مني، وأكبر مني، وأكثر تجارب مني، هل أعود؟ يجب أن أعود. لازم عربية مفتوحة. نغيرها يا فندم أو نغطيها. تعرفي أنا شفتك قبل كده، إنما ما كنتش فاكر إنك صغيرة للدرجة دي. أنا مش صغيرة، أنا عندي 18 سنة. تفتكر أنا عندي كام سنة؟ 25. يا ريت. أنا عندي 36 سنة، يعني قدك مرتين. وماله؟ مش بيقولوا الراجل ضعف الست؟ للرجل مثل حظ الأنثيين. يعني لما يكون عندي 36 لازم أخرج مع بنتين كل واحدة عندها 18 سنة. أنا كنت خايفة قوي لحد يعرفني يشوفني وأنا بركب معاك. احكي لي عن نفسك عشان نتعرف ببعض. احكي لي أنت الأول، أنا كل اللي سمعته عنك حاجات تخوف. شوف يا سيدي. أيوة يا ستي، كنت عايز أقول لك.
الوكيل وحرم له وفرج منه. ناس مالهمش حق، وهم عايزين مننا ايه؟ على العموم هم مالهمش ذنب، الشارع ملكهم زي ملكي وملكي. شافوا واحدة حلوة، من حقهم انهم يتفرجوا. نادية، أنا قاعدة من الصبح أفكر فيكي، إزاي مامتك وإخواتك أولاً؟ كويسين قوي. صحيح كنت بتفكري فيا؟ أنت فيكي حاجة غريبة النهاردة يا نادية، وأنا فرحانة عشان شايفاكي فرحانة. فعلاً، بس مش عارفة ليه. لا، ده أنا هعمل لك كام فستان أخلي العرسان يجروا وراكي بالدست. عرسان ليه؟ انت عايزه تخلصي مني يا طن؟ كل البنات تتمنى تتخلص من اهلها وتتجوز. انا مش عايزه اخلص من بابا. هو فين؟ زمانه جاي، بس اطلعي انت غيري هدومك على ما يجهز العشاء. أنا من ساعة ما سبتك وأنا بفكر فيك. أنت زعلان يا مصطفى؟ أمال ليه ساعة ما نزلت من العربية قعدت أشاور لك لقيتك مشيت كأنك ما صدقت خلصت مني؟ عشان أفهمك إني غلطانة. نتقابل بكرة إمتى؟ وأنا هديك العنوان. عنوان بيتي. ليه مش ممكن؟ إذا كنت عايزة تقابليني في الشارع يبقى لازم نتقابل على القهوة. لا، مش ممكن نتقابل في حتة تانية. في جنينة الأسماك. أنا كبرت على جنينة الأسماك يا نادية. بس يا مصطفى، بس توعدني إنك ما تتصرفش أي تصرف يزعلني. أوعدك. العنوان 33 شارع قصر النيل، دور 12 شقة 3، الساعة 5. في الخامسة مساء، ولكني وجدت نفسي في 11 صباحا أخرج من البيت لأستطلع العنوان. كانت عمارة كبيرة، مررت أمامها مترددة، وكأن كل من في الشارع يراقبني، وكأنهم يعلمون أني سأعود إلى هنا في الساعة 5 لألتقي بمصطفى في شقتي. ثم عدت ثانيا من خلف العمارة كأني مجرمة تدرس المكان الذي ترتكب فيه جريمتها. كنت أخشى أن يراني أحد، ولكن العمارة بها كثير من الأطباء والمحامين وشركات وخياطة. لو رآني أحد أستطيع أن أدعي أني كنت عند الخياطة. تتفرج على الشقة؟
كنت قاعد ادور على صوره تشبهك تمام، مش عارف شفتها فين ومين اللي رسمها. انت بتعرف ترسم؟ شوفي يا ستي، انا احب الرسم ما اعرفش ارسم، احب المزيكا وما اعرفش اضرب مزيكا، احب الورد وما اعرفش ازرعه، احب القصص وما اعرفش اكتبها، واحب الجمال لكن مع الاسف ما اقدرش اخلقه. تحب تسمع اسطوانات؟ يا ترى كم واحده دخلوا الشقه دي يا ابني؟ كتير. يا ترى انا واحده زي كتير كتير. تقدر تسالي السؤال ده بعد اسبوعين اكون قدرت اعرف الفرق بينك وبين اي واحده فيهم. على كل حال في فرق واضح باين من دلوقتي. ايه هو؟ انك اصغر واحده فيهم. انا من صغيره عندك 16 سنه بحالها. 18 برضه تبي اصغر واحده فيهم. انا عمري ما عجبني حد من الشبان الصغيرين. عجبت رجاله كبار؟ انت اول واحد عجبني واول واحد عرفته. يعني في فرق بيني وبينك 20 سنه، لما يبقى عندك 38 يبقى عندي انا 56، يعني تبقى انت في عزك وانا في خيري. انت هتبقى جنان وانت عمرك 56. انا خايف عليك يا نادية، انت ما تعرفيش انا ايه وايه اللي اقدر اعمله في حياتك. كفايه انك تخاف علي. وانت مش خايفه مني دلوقتي؟ مش خايفه، اول ما دخلت كنت خايفه اموت لدرجه اني خفت اخد الشوكولاته اللي يكون فيها حاجه. وأمكن مصطفى أن يحفظ وعده، وعدت من شقتي دون أن يمسني، وترددت مرة ثانية وثالثة، ولكنه كان دائما متحفظا باردا، ولكني كنت أسعد بحديثه الحلو عن حياته وكتبه وتجاربه، كما كنت أحدثه عن نفسي، عن كل شيء في حياتي. كان يعلم أخبار البيت كله. تعرف ان طنط صفية صعبانة عليا؟ ليه؟ اصل بابا ما بيحبهاش. وكان يتجوزها ليه؟ عشان خاطري، عشان تقعد في البيت وتخلي بالها مني. مش معنى اختار الست دي بالذات، ما كان يقدر يختار واحدة بيحبها. اصلها غلبانة، ومن ستات البيوت اللي من المطبخ للسرير ومن السرير للمطبخ. على كده لازم تكون وحشة وتخينة، وما تعرفش تقرا ولا تكتب. هي نص نص، مش وحشة قوي ومش تخينة قوي، وفي القراية والكتابة هي دوب. على كل حال يا نادية، إذا كان ما بيحبهاش لازم تخليه يحبها. وخليه يحبها زي هو الحب بالعافية؟ إذا كان اتجوزها علشان خاطرك، تقدري تخليه يحبها عشان خاطرك برضه. أنا مش ممكن أصدق إنك بتحبيني إلا إذا حبيتي كل الناس، ومن ضمنهم طنط صافي. وظللت أنعم بالسعادة بهذه الدنيا الجديدة الواسعة التي فتحها مصطفى أمامي. ولكني لم أكتفي بهذه السعادة. كان هناك شيء أنتظر أن يحدث. كنت أنتظر أن يقبلني. إن كل قصة حب تبدأ بقبلة، فأين قبلتي؟ ربما كان لا يحبني، ربما كان لا يزال يعتبرني صغيرة، أو ربما كانت هناك امرأة أخرى. يا ترى بتعرف مين غيري يا مصطفى؟ اللي من دول مفيش. معقولة واحد زيك عازب ما يعرفش واحدة؟ الراجل اللي في سني يقدر يقعد طول عمره من غير واحدة. انت عندك 36 سنة وبابا اتجوز وهو عنده 39. يمكن لا اللي تستحق الجواز. وانت لسه ما لقيتهاش. لسه. ايه ده؟ سردة حلق بتاعت مين دي؟ وكمان مكسورة، يا ترى مين اللي كسرها؟ هو أكيد لك مش أنا اللي كسرتها، هي مكسورة من الأول. أنا بحب الأسطوانة دي أوي. أنت خلاص عافتي من النوع دي. مش فاكرة إني وعدتك قبل ما تيجي هنا أول مرة.
هتيجي امتى؟ بكره. انستونا عندك مفتاح. اتفضل. الساعه بقت 6:15 ونادي لسه ما نزلتش. انا بعت دادا حليمه تستعجلها، لكن انت ايه رايك في الدكتور حلمي ابن عمتي شوشو؟ هو شاب كويس، ما عنديش اي اعتراض عليه. دكتور وغني وابن ناس واخلاقه كويس. هي مش عايزه تجوزني عشان بتحبني، هي عايزه تخلص مني عشان تستقلع في البيت ده اكتر ما هي مستقلعه. والنبي ست صفية طيبه وبتحبك يا ست ناديه. بحبها برضه، مش نازله يعني مش نازله. الله، انت لسه ما لبستيش يا ناديه؟ انا تعبانه يا طنط ومش هقدر انزل. بعد الشر عليكي، انا متاكده انك هتتبسطي خالص. دول ناس لطاف قوي وضيوف عندنا، هنقول لهم ايه؟ يلا البسي عشان خاطري، ان كان ليا خاطر عندي. حاضر. لكن بكرة هعمل لك مفاجأة. بكرة هتعرف. أوفر دلوقتي. لا مرسي. أنت كنت زمان رغاي كبير يا حلو. ما بترغيش مع نادية ليه؟ والله أنا برغي من الصبح، بس هي ما بتردش علي. لازم عمال تكلمها في الأدوية والمستشفيات والعيانين. لما قلبت دماغها، اتكلم في حاجة تانية. أنا مستعد أتكلم في الشعر، في المزيكا، في السد العالي، في أي موضوع بس ترد علي. إيه رأيك يا أستاذ لطفي تيجوا تتعشوا معانا بكرة؟ أظن مفيش معنى. ولا إيه يا نادية؟ بكرة حفلة عيد ميلاد أختي ولازم أروح له. ضروري بكرة. أيوة، وماما عايزاني أبات عندها. وليه البيات؟ ما تاخدي سهرتك ونبعت لك السواق يجيبك الساعة 10 ولا 11. بس ماما مصممة عشان خاطر أختي ما تزعلش. معلش يا بابا عشان خاطرهم. وهو كذلك. طيب تبقوا تتفضلوا بعد بكره ان شاء الله.
ولا حاجة، حبات الليلة دي هنا. إيه غلطت يا مصطفى؟ أنت ما غلطتيش يا نادية. الدنيا هي اللي غلطت معاكي. النهارده ان انا عند ماما، يمكن بابا ولا طنط صفيه يسالوا عليا، يبقى الحل الوحيد ان تليفونهم يفضل مشغول على طول. اهي دادا حليمه قفلت السكه دلوقتي، ولا حد يقدر يطلبهم ولا هم يقدروا يطلبوا حد. تعرفي انا نفسي في ايه يا ناديه؟ نفسي اخرج معاكي في الشارع وامشي بيكي قدام الناس واقول لهم دي بتاعتي، كل الجمال ده بتاعي. عينيكي بتوعي، جيران هتكوني عروسة الحفلة. حفلة ايه؟ حفلة شوشو هانم الليلة، العرسان كلها هتجري وراكي. ما افتكرش هقدر اروح يا طنط. ازاي؟ اصل تعبانة من امبارح. ازاي مامتك واخواتك؟ كويسين الحمد لله. طب اطلعي حبيبتي تريحي، على بالليل هتكوني بقيتي عال قوي. عايزة اقول لك حاجة يا طنط. خير؟ قولي يا حبيبتي. أنا بحب. بإيه؟ بحب واحد. قصدك يعني في واحد هيجي ويطلبك للجواز؟ طب ومالك مكسوفة كده ليه؟ اطمني يا حبيبتي، أنا هكلم بابا وأعمل كل حاجة، وما دام بتحبيه وهو كويس يبقى خلاص، اعتبروا نفسكم متجوزين من النهاردة. ألف مبروك يا نادي. محدش هيجي يطلبك. انت مش قلتيلي ان في واحد بيحبك؟ ايوه بيحبني وبحبه، بس مش هيخطب. طب ما دام بيحبك مش هيخطبك ليه؟ اصله مش بتاع جواز. ايه؟ قصدي اقول ما اتكلمناش في حكايه الجواز لسه. يا عبدو، الخدامين دول بقوا مصيبه. لقد ابت ان تشاركني سامي، حسبي ان يكون لي مصطفى، ولكن هل يحبني حقا؟ هل يقبل أن يتزوجني؟ لا أظن، إن مصطفى يتهرب من أي مسؤولية، وهو لم يتركني عذراء إلا لأنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية التطور بي إلى امرأة. أهلا أهلا وسهلا. أهلا. أنت الليلة يتخاف عليك من العين يا أستاذ لطفي، لازم نبخرك. داخل كده والشمس على اليمين والقمر على الشمال. أهلا أستاذ مصطفى. أهلا شوشوهان. أظن كلكم تعرفوا بعض. والله ما تشرفتش قبل كده. كده الأستاذ لطفي. أهلا وسهلا. حرم الأستاذ لطفي بنت أخويا، عروستنا الحلوة مدموزيل نادية.
الأستاذ مصطفى الشريف، طبعاً كلكم سمعتوا عنه. والله إحنا بنشوف بعض في الناري من بعيد لبعيد، إنما الشرف ده ما حصلش إلا الليلة. كده الأستاذ عزيز أخو الأستاذ لطفي. أيوه إحنا عارفين بعض من قبل كده. اتفضلوا. لا سيادتك تقرب للأستاذ خليل الشريف اللي كان في التجارة العليا قبل كده؟ أخويا. كده صدفة جميلة أوي، إحنا أصدقاء من زمان. تخرجنا دفعة واحدة. يا ترى هو فين؟ كشفته قبل شوية. ميردون. حاجة لطيفة. ازيك يا نادر؟ ازيك؟ تعال. اهدى يا خالد، من يوم سبت المدرسه لا جواب ولا تليفون، ولا اكننا كنا اصحاب. تعرفي شفتي مين امبارح؟ تبا لهؤلاء الناس، لماذا يثيرون كل هذه الضجه؟ وهذه الثرثاره، لماذا اوقعني سوء الحظ فيها؟ متى تكف عن هذا الحديث الفارغ؟ اسمحي بالرقصه دي؟ لا ما ان صفيه تضحك اكثر من عادتها. ماذا قال لها؟ يجب ألا أتركهما أبدا. أبوك دي عم. لا أبدا، رأيك جريئة قوي يا أستاذ. لا أبدا، رأيي مش جريئة أبدا. أنا أصلي مش مقتنع باللي الناس بتعمله. الناس كلها ماشية غلط. واللي فيهم يمشي صح يقول عليه إما جريء أو مجنون أو مجرم. أي رأي من آراء مصطفى كان يقول له؟ إني أعرف آراء مصطفى، وأعرف أنها تسري كالمخدر في الأعصاب. هل كان يحاول أن يخدرها؟ حياة الشعوب، ولا إيه رأيك يا مدموزيل؟ أنا شفت تمثال بديع بيمثل نفس الفكرة دي في متحف فيلا بورجيزي في روما. ده التمثال اللي عامله برنيني. يجب أن أشترك معهما في الحديث. يجب أن أقول شيئا. يجب أن لا أكون ضعيفة الشخصية بجانب زوجة أبي. أستطيع أن أقص عليهم حكاية المثال الذي انتحر، ولو أن مصطفى هو الذي حكاها لي. ولو، يجب أن أثبت وجودي. أنا دايماً أستمع للبرنامج ده، هو في الحقيقة من أهم البرامج الموجهة في الإذاعة. سمعت الجزار المثقف اللي اسمه أبو نقاية؟ ده الإنسان يفتخر لما يلاقي مواطن بالشكل ده. الستات اللي في الحفلة كلهم عاجبهم فستانك قوي يا صفية، بيسألوني على اسم الخياطة بتاعتي، أظن اسمها مدام فريزة مش كده؟ الفستان ده أنا عاملاه بنفسي. حاجة في منتهى الذوق، أنا في اعتقادي إن الغرابة شوشو هانم دي عجيبة. حشرتني دلوقتي مع ناس معرفهمش، لقيت نفسي غريب في وسطيهم. قلت بلاش جليطة واعتذرت بسرعة. مالكش حق يا عزيز. الناس في الحفلات دي مش بيبقوا عيلة واحدة. أظن يا مدموزيل نادية أنت وعداني برأسك. ها؟ عن إذنك يا عم. اتفضل. محي لي بالرقصة دي يا صفية يا هانم. بعد إذنك طبعا يا أستاذ لطفي. بكل سرور يا فندم. مش كده برضه؟ مش الدنيا برد عليكم هنا؟ اصل الدخان جوه يكتم النفس. على العموم احنا اتاخرنا قوي، افتكر نروح تاني. عن اذنك. مصطفى ده بيقولوا عليه مزارع شاطر قوي. الفدان عنده السنه اللي فاتت رمى 7 قناطير قط. انما ده باين عليه مغرور قوي. هو كل العزاب مغرورين كده. بقى انا مغرور بالشكل ده؟ كنت عايز الناس تقول عليك مش مغرور الجو. يا سلام عليك يا صفية، الواحد ما ياخدش منك رأي أبدا. لماذا سمحت له صفية أن يراقصها بهذا الأسلوب؟ لابد أن هناك شيئا. Thank you.
أنا متأسف جدا يا نادر اللي اتأخرت، متأسف خالص. أنت ليه ما رضيتش نتقابل في الشقة المرة دي؟ أهو تغيير. تغيير؟ انبسطت البارح في الحفلة؟ الظاهر إن أنت أكتر واحد انبسط. طبعًا، لأني كنت جميلة موت. عشان كده كنت قاعد طول الليل تكلمني وترقص معايا. قصدك إيه؟ قصدي طنط صفية. إيه؟ فأنت كنت مديانة عنها فكرة وحشة أوي. إنما دي باين عليها لطيفة وجميلة ولازم بابا بيحبها. بابا بس؟ إيه في حد تاني؟ حضرتك. يا شيخ حرام عليكي. مش حرام عليك ترقص معاها بالشكل ده؟ دي كانت بترقص في منتهى الاحترام. دي واحدة محترمة وكل اللي يشوفها لازم يحترمها. إيه أنت زعلتي؟ تشربي إيه؟ امبارح صفية هانم كانت بتشرب عصير طول. عجيبة إنها ما بتشربش خمرة أبدا. دي لازم تكون متعلمة جدا وعندها شخصية. اتنين عصير طول. نادية، نادية، أحمد، إحنا النهاردة كم في الشهر؟ 3 مايو. الله، ده عيد جوازنا. بقالنا سنة يا أحمد، يا ترى قدرت أسعدك؟ أنت خليتيني أسعد إنسان في الدنيا. ربنا يديم علينا السعادة ويكفينا شر الحسد. وهتعملي لنا ايه بقى؟ ولا حاجة. ناخد فنجان شاي احنا الأربعة في الجنينة. الله، هي نادية لسه ما رجعتش؟ زمانها جاية، الساعة لسه ما جاتش 12. وعزيز، ايه الحكاية؟ يظهر انه تقلها امبارح في حفلة عمتي. أنا هوصل مشوار صغير وأرجع لك حالا. مع السلامة. بابا أنت خارج؟ أيوة يا حبيبتي. ما تخليك النهاردة، بلاش تخرج عشان خاطري. ليه، في حاجة؟ تعبانة؟ لا، بس كنت عايزة أقعد معاك. أنا هغيب ساعة واحدة وأرجع حالا. أهلا ست نادية. أمال فين طنط صفية؟ فوق شقة السيدة عزيز. مسكين 60 شاكوش وعمالين يخبطوا في دماغي من هنا وهنا وهنا. اما انت مش قد الشرب، بتشرب ليه؟ انا مش قد الشرب، ده انا اشرب برميل. بس عمتك هي اللي كانت غاشه الويسكي. اشرب بيسهر، انت اللي عجزت. اشرب بقى. اعوذ بالله، ده طعمه زي زيت السمك يا شيخه. ناديه، انت جيتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انت طلعت منين؟ تعالي يا حبيبتي ساعديني نطلع الراجل الكسلان ده من السرير، امسكي رجله التانية. لا لا، رجلي لا. ده متهيألي حرقت كده جمعة على الأقل. لا، ده أنت النهاردة بعد الظهر هتنزل غصب عنك، النهاردة عيد جوازي أنا واحدة. وحياة ربنا. كل سنة وأنت طيبة يا طنط، عقبالك يا حبيبتي، وعقبالك أنت كمان. أنا؟ ألف بعد الشر عليا يا شيخة. طب أنا نازلة بقى، نعصوا حاجة بأندهولي. يا عيني هعمل لكم ايه؟ يعني لازم تعملوا عيد جوازكم وانا عيان. من بختك علشان تنفد من الهديه. اتفضلي. الله، ميرسي يا حبيبتي. مبروك يا طنط. ميرسي يا حبيبتي، ده اجمل حلق شفته في حياتي. لا، في اجمل منه. ها؟ يا سلام، ده ماشي مع الحلق مظبوط. نزلت امتى وجبته منين؟ في طريقتي الخاصه. انا عرفت انك هتكلم الجواهرجي بتاعك عشان يجيب لك الهديه، فضربت له تليفون وخلصت شغلي وانا في السرير. ميرسي يا عزيز، عقبال ما نجيب لك فرحك. انا حالف ما اتجوز الا لما تتجوز ناديه اولا. والله ناديه مش عجباني اليومين دول. ليه يا بابا؟ خاسه وصحتك مش قد كده، وعينيكي تعبانه زي اللي بقالك سنه ما نمتيش. فعلا انا تعبانه شويه اليومين دول. لازم تعرضي نفسك على دكتور يا ناديه. الدكتور قناوي هيفوت عليا بعد العياده، خليه بقى يشوف ناديه. انت مش خارج؟ سبحان الله، ده عمره ما رقد يوم على بعضه. استنى بقى، هتعمل له ايه؟ فشر والله، ما عيان الا الاستقامه. اصل انا مش واخد على قله السهر والاكل الكويس. البركه في طنط صفيه، من يوم ما جيتي وهو بقى يصحى بدري ويتغدى في البيت ويتعشى في البيت. اي والله، هي اللي خسرت اخلاقي. كل سنه وانتم طيبين. عقبال 100 سنه.
حبيبتي ماما. أقبلك ألف قبلة. ولو أني أخشى أن أبلل وجهك بدموعي. إني أبكي يا ماما حتى لم أعد أستطيع أن أنام. تصوري أني أعيش في بيت كله خيانة ولا أستطيع أن أتكلم، وتصوري أن الخائنة هي طنط صفية. وأنها تخون بابا وتخون مع من؟ مع عمي. وهي خيانة مستمرة منذ شهور، وقد رأيتهما مرة مع بعض في شقة عمي، وكان يقبلها، وكانت لا أستطيع أن أصف لك المنظر الذي رأيتهما فيه. وعمي الذي كنا لا نراه في البيت أصبح لا يظهر ولا يأكل في الخارج كعادتي. بل أنه يدعي المرض ليبقى في البيت، وتصعد هي إلى شقتي كل يوم إلى أن يحين موعد بابا المخدوم. ومن يومها وأنا أبكي لأني لا أستطيع أن أقول لبابا. دلوقتي ليه يا نادية؟ كنت بكتب جواب لماما وبعدين قطعت. مالك يا بابا؟ مفيش، بس تعبان شوي. تحب اعمل لك فنجان شاي ولا صحي لك طنط صفية؟ لا لا مش عايز حاجة ابدا. Thank you.
جيت بدري يعني. ما كنتيش عايزه ناجي؟ احمد ايه الكلام ده؟ مش عاجبك كلامي؟ الله مالك يا احمد؟ من فضلك سيبيني ابعدي عني. الله انت شارب؟ ليه؟ شايفاني سكران ولا بتطوح؟ هو جرى ايه للبيت النهارده؟ محدش عايز يفطر. ليه هو بابا ما افطرش يا طنط؟ والله يا ناديه مش عارفه باباكي ده جرى له ايه. خايفه لا يكون عيان ومخبي. يمكن عنده لخبطه في العين. ربنا معاه. وانت كمان يا حبيبتي لازم تشوفي دكتور. وشك اصفر خالص. ملوش لزوم انا هطلع استريح النهارده. اما اطلع اشوف عمك عزيز ده رخر جرى له ايه. بابا يمكن خرج. خرجت راحت فين؟ انا كنت في اوضتي اسال دادا حليمه ولا يمكن طلعت فوق. احمد ايه اللي جابك بدري النهارده؟ مش متوقعه ناجي دلوقتي. عزيز فين؟ نايم في اوضته. وانت هنا بتعمل ايه؟ زي ما انت شايف مفيش خدامين في البيت يطبقوا المكوى. انت عارف انا طول عمري ما بعتمدش عليهم. مالك يا احمد؟ جرى لك ايه من امبارح؟ مفيش حاجة مفيش حاجة. طب ما تستنى منزل معايا. أنا خارج. ده ميعاد الغدا قرب. عندي شغل. كنت جاي أقول للعزيز على حاجة مهمة. لقيت حضرته نايم. ما هو عيان يا أحمد. عيان. احنا مش هنتغدى الساعة بقت 3:15. اتغدوا انتوا، أنا هستنى باباك يا نادية. يا جماعة ده أنا عيان ونازل عشان خاطركم. أنا عارفة أتأخر كده ليه، عمره ما عملها. أهو جاي. يا عبدو هات الغدا. أنا اتغديت بره. خير يا أحمد؟ صفية قالت لي إنك عاوزني. لحقت تقول لك؟ هي وراها إيه غير إنها تلحق تصحيني وتلحق تقول لي وتلحق تغديني؟ خلاص صفية عملت البيت أشلاء كل حاجة بالدقيقة والثانية. كنت عايز اوريك حساب بنك التسليف، لكن انت مش فاضي للحاجات دي دلوقتي. بركه فيك يا اخويا، خلي التسليف ليا والبنك عليك. طبعا البركه فيك. انا اللي اشوف العزبه، وانا اللي حاسب البنك، وانا اللي حاسب لك الضرايب، وانا اللي اتجوز لك واحده علشان تصحيك من النوم. انت اتجوزتني عشان اصحي عزيز من النوم يا احمد؟ لا مش قصدي. ثم اني ما اسمحلكش انك تقول عني واحده. انا اسف. معلش يا صفية. كل حاجه هتروح لحلها باذن الله. مريح. مالك؟ في حاجة أقدر أعملها؟ أنت طول عمرك بتعرف تعمل حاجة. طب ما أنت اللي عايز كده. على العموم سيبونا من الموضوع ده دلوقتي. إحنا الليلادي معزومين في بيت عمي. تحب نروح ولا أعتذر لهم من دلوقتي؟ وما نروحش ليه؟ وجرى حاجة؟ بس بسأل. اسمح لي يا بابا أعتذر، أنا تعبانة ومش هقدر أروح. زي ما أنت عايز يا نادية. وأنت عزيز. تيجي معانا ولا؟ انت بتعزمني ولا بتطردني؟ لا بس طول عمرك ما بتحبش العزايم دي، لكن دلوقت بتحبها قوي. بركة في صفية خلتنا احب كل حاجة حتى الحاجات البايخة. كويس امبارح؟
احنا بعيدنا عن بعض. فاكره زمان لما كنا قاعدين لوحدنا؟ كانت ايام حلوه. ما كانش ليك الا انا وما كانش ليا الا انت. انا هفضل طول عمري ماليش غيرك يا بابا. طيب حبيبتي قومي اغسلي وشك وافطري. لازم تاكلي كويس. انت خاسه اليومين دول ومش عجباني. احنا هنسافر العزبه. خلي بالك من نفسك. صباح الخير يا طنط. صباح الخير يا حبيبتي. يا ريتك تيجي معانا. لكن باباكي مش راضي. انا عارفه انا هعمل ايه في العزبه لوحدي. هتوحشيني يا طنط. معلش. هم كلهم يومين ثلاثة. ناديه معانا ما رضيش ابدا. ابوك مش طبيعي اليومين دول يا ناديه، انا خايف عليه. وانا كمان خايفه عليه. انك العزيز انا هطلب منك طلب. بابا مالوش في الدنيا غيري انا وانت، ايه رايك نروح له العزبه؟ العزبه؟ انا متهيألي انه متضايق ولازم نكون جنبه. مين عارف عنده ايه؟ بيفكر في ايه؟ ولا ناوي يعمل ايه؟ لا يا ستي افتح الله، روح انت لوحدك. وحياتي يعني انت مش بتحبني؟ يعني انت خلصت اروح من هنا للعزبه بتاكسي لوحدي؟ امر لله. نروح. هيدرا هيدرا. السلام عليكم. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ كاي اطمن عليك. اطمن علي انا؟ فيك الخير. احمد انا عاوز اكلمك. انت تعبان وتعبنا معاك اليومين دول. عمي عزيز متوهوش عليك. اصل طنط صفيه قالت انك عيان. بقى صفيه قالت ان انا عيان؟ يا الف نهار ابيض يا الف نهار ابيض. ست ناديه دي فرحه العمر اللي اشوفك وانت عروس. بس يا وليه بلاش كلام فارغ. والنبي لا فرق شربات النهارده. انتوا جيتوا؟ الحمد لله على السلامه. ما قدروش على بعدك، لحقونا عوام. الحق عليا انا اللي جيت. ازاي بقى؟ وتسيبني لوحدي ازاي؟ لا ده اتغير قوي. أنا مش عارفة إيه اللي جرى. ربنا معاك يا صفية. في إيه؟ هو اللي مش طبيعي اليومين دول. يلا بينا ننزل على مصر. دلوقتي؟ إحنا لسه جايين. والله أنا نازل مصر. لو سمحت حضرتك بعد إذنك يعني هاخد معايا مراتي وبنتي. ولا إيه يا صفية؟ أمرك. ما تخليك أنت يا عزيز، ولا ما تقدرش تقعد لوحدك لا هنا ولا في مصر. المهم اني اقعد في حته اقدر اكلمك فيها. مفيش لزوم. ما تتعبش نفسك. اتفضل يا سيدي حلاوه مجيء ست نادي. يعني السفره زي ما هي. هو حد منهم بياكل؟ ما اعرفش جرى ايه في البيت. رايحه عند الخياطه. رايح لازم راجع. انت صحيت يا انكل؟ صاحي ولابس من الصبح مستني اما تفطروا واللي يخرج يخرج عشان مش عايز اشوف خلقة حد. واحد ومراته بيكرهوا بعض، احنا ذنبنا ايه؟ خساره. تعرف اذا سابها عمره ما هيلاقي ضفرها. هي تحت؟ لا هما الاثنين خرجوا كل واحد لوحده. طب انا نازل رايح النادي، تيجي معايا؟ يا ريت، بس في واحدة صاحبتي جاية لي. أنكل أقدر أطلب منك خدمة؟ أفندي قبل ما تروح النادي تفوت عند مدام تريز الخياطة تقول لها تبعت لي التاير. إلا الخياطة عشان خاطري. طب ما تكلميها في التليفون. إيه ضربت لها ما حدش بيرد، كلمت السنترال قالوا لي تليفونها خسران.
طب والسواق راح فين؟ راح يوصل طنط صفية. بس راجل زي يروح عند خياطة وخياطة ستات يقولوا عليا ايه؟ لازم يا دوب من على الباب هتقول لها. والله يا نادية انت طلباتك كتير وكلها بايخة. يا ساكنة فين؟ عارف العمارة. البيت ده طول عمره نظيف واللي يعيش فيه لازم يكون نظيف. انت بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ انت جنن؟ بقول لك انت طلقه طلقه طلقه. حينة مجرمة. انت مجنون مجنون. انا كنت مجنون يوم ما اتجوزتك، اتغريت فيك وفعلتك. دلوقتي بس عرفت اني سلمت اسمي وشرفي الوحدة ما تستاهلش. انت طلقه في 60 داهية. انا مش هرد عليك، بس اتاكد ان لو خرجت من باب البيت ده مش هرجع له تاني ابدا. ما تخرجيش يا طنط، ما تخرجيش. هي بريئة يا بابا. اسكتي. هي بريئة يا بابا، بريئة. مجرمة وانت عارفة كويس انها خاينة. النهاردة شفتهم بعينيا هما الاثنين. أنا المجرمة يا بابا أنا. أنتِ أنتِ ضفرت برقبتها. هي المجرمة، هي الخاينة. امشي اطلع برا، اطلع برا. ممكن اقعد في البيت ده ولا دقيقة واحدة بعد كده. والعزبة كمان نقسمها وكل واحد منا ياخد نصيبه ويروح لحاله. عشان مرات اخوه وهو ذنبه ايه؟ دي اكبر منه وهي اللي فضلت تجري وراه. ده كان هيضربها بالرصاص لولا بنته حشوته. مسكينه ناديه من يوم الطلاق وهي مش قادره تقوم من السرير. الو سيد عزيز. اهلا وسهلا ست ناديه. الحمد لله. ما في
مفيش حاجة في الدنيا تستاهل زعلك للدرجة دي يا نادية. استغلت يا بابا. تخت صفية ما خانتكش. أنت لسه صغيرة يا نادية. ما تفهميش في الحاجات دي. علشان تعرفي إني ما كنتش غلطان. عمي قال للناس كلها إنه هيتجوزها. ده قرارك النهائي؟ مش هسيبك تفكري شوية؟ أنا فكرت كتير يا عزيز، ومتشكرة قوي على شهامتك ونبل أخلاقك، لكن أنت عارف أخوك قال علينا إيه، ولو اتجوزنا دلوقتي هتلاقي كل الناس حتى اللي كانوا متأكدين من براءتنا هيسيئوا الظن ويصدقوا كل اللي اتقال علينا. أنا ما يهمنيش الناس، أنت كل إنسان يتمناكي ويتشرف بيك يا صفية. عزيز، أنا ماليش أخ، وكنت بعتبرك دايما أخويا، وأنت عارف كده، خلينا إخوات. التليفون ما بطلش يورق، ولما ارفع السماعه ما حدش بيرد. طب يا دادا روحي انت استريحي، حطي الفيشه. اقفلي الباب وراك. نادية، أنت فين؟ كنت فين المدة دي كلها؟ عارف إنك كنت عيانة، أنا طلبتك ولا 50 مرة. ميرسي يا مصطفى، أنا كل التليفون ما كان يضرب ويقولوا لي محدش بيرد كنت بفهم إن أنت. الحمد لله أحسن دلوقتي. بابا لسه ما جاش، بيسهر كتير قوي بره. إيه؟ بيروح كباريهات؟ مش معقول، ده عمره ما دخلها. وانت يا مصطفى ازيك؟ وحشتني. ان شاء الله ما تشوفي وحش، شغلتيني عليكي. وايه الحكايه اللي حصلت دي؟ حكايه الطلاق وباباكي وعمك وصفيه هانم، الحكايه اللي بيتكلموا عليها الناس كلها. ما تصدقش حد، كل دي اشاعات. ما فيش سبب، ما حصلش وفق، ما قدروش يعيشوا مع بعض، ادي كل الحكايه. لا لا، ما صحيح، والله العظيم كذب، وحياتك انت يا مصطفى كذب. انا برضه كنت بقول كده، كنت بقول ان صفيه مش ممكن تعمل كده، ما كانش باين عليها انها بتاعت حاجات مني. ها، والدكتور قال لك ايه؟ على العموم لازم تغيروا الجو، تسافروا اسكندريه ولا راس البر مثلا. انا لا، انا قاعد هنا شويه، عندي شغل. على كل حال لازم تكلميني بالتليفون كل يوم. ان شاء الله يا مصطفى، مع السلامه. لماذا يهتم بها إلى هذا الحد؟ ماذا يهمه إن كانت على علاقة بعمي أو لم تكن؟ هل يحبني مصطفى؟ لا، بل هل أحب أنا مصطفى؟ لا، ليس هذا هو الحب. ربما كان شقاوة، أو ربما كان تقليدا وتحديا لزوجة أبي. ولكن هل صحيح أنني انتقمت من طنط صفية بدافع الغيرة على مصطفى؟ ولم لا يكون أبي؟ نعم، لماذا لا يكون الدافع الحقيقي هو حبي لأبي وغيرتي عليه؟ أبي الذي كان لي واستولت عليه امرأة أخرى. أنا سيدته، وأنا المتربعة على عرشي،
وأبي أصبح لي. أنا وحدي التي تحمل اسمه، وأنا وحدي التي يعود إليها. لكني حطمت معها كل شيء، البيت وأبي، حتى نفسي أصبحت محطمة. يا رب، إني أخاف قدرتك، وأخاف حكمتك، وأخاف انتقامك. نعم، لا بد أن ينتقم الله مني. أستغفر الله، أستغفرك وأسألك أن ترأف بي في انتقامك. بابا كوثر صاحبتي. اهلا وسهلا. ما تفضلوا تقعدوا معانا. خليك يا ناديه، حستناكي تحت الشمسيه. تعالي يا ناديه. احكي لي اخبارك. اخباري في كلمتين، اتجوزت وطلقت. وانت اظن اتجوزتي مدحت ابن خالتك. ابدا. امال يعني طيرتيه من ايدي وسبتيه؟ انت لسه فاكره دي كانت شقاوه عيال. قولي لي، ده باباكي ده؟ ده باين عليه صغير ولطيف وينحب موت. ده اطيب انسان في الدنيا. امال طلق مرتين ليه؟ سوء حظ. لازم راجل. بالعكس، انت لو قعدت معاه تلاقيه سبور خالص. تعالى ما اعرفك بيه كويس. اهلا وسهلا. تعرف يا بابا كوثر كانت احلى بنت في المدرسه. لا انت طول عمرك احلى مني يا نادي. لا انت احلى. طب وعليها انت طول عمرك احلى بنت سمراء وانا احلى بنت بلون. يعني بلاك اند وايت، حاجه تسكر خالص. تصور يا بابا كوثر بتقول عليك انك صغير. اقول كمان قلت ايه؟ بلاش كتير كمان يا نادية. قولي يا نادية قولي. وتنحب. وماله؟ انت مش بتحبيني يا نادية؟ انا بموت فيك. على كده كوثر هانم لازم تكون صغيرة ما دام كانت معاكي في المدرسة. هو انا صغيرة يا بابا؟ على كل حال انا اكبر من نادية، انا عندي 25 سنة. مش معقول. طب ما تزعلش 24. نادية ما تعزمي معاكي كوثر هانم بكره اذا ما كانش عندها مانع. ابدا انا ما وريش حاجه ابدا. اصل انا رايحين فسحه هتعجبك قوي. كده طبعا اذنكم اخد الحمام بتاعي. لطيفه قوي صاحبتك دي. دي ظريفه قوي ومؤدبه خالص. باين عليها من عيله كويسه. طول عمرها بنت حلال ومخلصه. داين مين دول يا ستي؟ مالكش دعوه. الراجل مش عاوز يرخي عينه منك. اعمل روحك ما تعرفنيش. انا متاكد ان الراجل هيتلحس عليك. ما تخافش عليا، بكره خليه ينزل على ركب نركب كادلك مش البسكليته دي. كون شانس يا حبيبي. اهلا وسهلا. بونجور يا فندم. بونجور يا فندم. امال فين ناديه؟ جايه حالا. الجو لطيف خالص، كله خيال. الظاهر ان حضرتك خياليه قوي يا كوثر هانم. انا بموت في الخيال. حضرتك من مصر ولا من اسكندريه؟ لا من مصر. يبقى ضروري هنشوفك لما ترجعي. ابي تعالي زوري نادية. ان شاء الله، بس الدنيا مشاغل. وايه اللي شاغلك؟ حضرتك متجوزة؟ ومتطلقة. نبقى زي بعضنا. لا مش زي بعضينا، انا متطلقة مرة واحدة بس. لكن انت لسه صغيرة. صغيرة ازاي؟ انا عندي 23 سنة ونص. اول مرة اشوف واحدة ست تحترم في سنها. الحقيقة يمكن اكون مغلطة شوية. ياه، ده انتوا انسجمتوا قوي. الواقع باباكي ده لطيف قوي يا نادية. يا بختك. اتفضلي. عن اذنكم. اتفضل.
ايه رايك في بابا يا كوثر؟ ابوك ده باين عليه خطير جدا، زي القط يتسحب يتسحب والواحده تلاقيه جوه قلبها. حرام عليك يا شيخ، ده راجل طيب، يا ريته يتجوزك. اللي يسمعك بتقولي كده يتهيأله انه في امه في تخطبيله. انا لغايه دلوقتي بنته وامه ومراته. يلا اختاري لك حاجه، يا تبقي بنته يا امه يا تبقي مراته. انا ما ينفعش امه ولا بنته طبعا. اتفضلوا. يلا بينا. انها تريد الزواج بابي، ولكن هل تحبه؟ ربما، ولكن ماذا يهم ما دام ابي سيكون سعيدا؟ ربما استطيع ان اكفر عن جريمتي. والله مشغولة قوي. بابا الحمد لله كويس، من يوم ما عرف كوثر وهو سعيد قوي، كل يوم عزايم وحفلات وهدايا. مش ناوي تيجي كام يوم يا مصطفى؟ هتسافر البلد في الحر ده؟ طيب مع السلامة يا مصطفى. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا نادر. ايه صحك بدري؟ كوثر لسه ما جاتش. لا لسه ما جاتش. تعرف يا بابا كوثر معجبه بيك وانتوا لايقين لبعض، بس المره دي ما تخافيش، التالته تبدا. هتعملوا فرح؟ فرح ايه يا بنتي؟ الفرح ده يوم جوازك انت. احنا نعمل عشاء بسيط كده في اللوكاندا، ومن سكات ناخدها ونرجع على مصر. ربنا يتمم بخير. الحساب. قلت لك 60 مرة ماليش دعوة بالحساب والمباب، عندك ستك نادية روحي قولي لها على الحاجات دي، ماليش دعوة أنا بالحاجات دي. أفتكرك بالخير يا ست صفية. إيه يا دادا بتبرطمي على الصبح؟ الحياة دي مش حلاقة أحسن منها أبدا، الله يجازي ولاد الحرام. السيرة دي مش هنخلص منها، هنقعد نعدي طول عمرنا. ست كوثر ما كانتش زي صفية تبقى أحسن منها. الو الو الو، برضه ما حدش بيرد. قولي لي يا بونبوناية. اهلا حبوب. انا خسيت ولا اسمنت في شعر العسل ده؟ والله مش قادر اعرف اذا كنت خسيتي ولا اسمنتي، لكن اللي اقدر اقوله لك انك احلوتي قوي. انت فاكر احنا كنا لازم نقضي شهر العسل في اوروبا ولا لا؟ ما هو انت اللي ما رضيتيش، ومع ذلك ادي احنا فيها، نعمل شهر عسل تاني. يلا بينا. يبقى وفرت لك قد ايه؟ الحقيقه حسبه مش بطاله. تسمح بقى تجيب لي العربيه اللي قلت لك عليها؟ ما احنا عندنا بدل العربيه اتنين. لا انا عايز عربيه ليا انا لوحدي بس. وهو كذلك حبوب. الو الو، رد بقى بلاش قله ادب. بقالنا شهر من يوم ما رجعنا من اسكندريه بالشكل ده، كل يوم مرتين ثلاثه. قله ادب. الو، اهلا. صباح الخير يا ماما، ازيك وازاي صحتك؟
وحشتيني قوي يا حبيبتي. احمد كويس الحمد لله. ماما بتسلم عليك يا احمد. قولي لها تيجي تتغدى معاكي. اسمعي انا هزوغ النهارده من الشركه، تعالي البيت نقضي اليوم مع بعض. النهارده ما افتكرش، اصل احمد مشغول خالص ومش هيقدر يجي معايا. ليه بعد الشر عليك يا ماما؟ انا سايباكي امبارح كويسه. لا ما تخافيش هحاول اجيلك، بس مش هقعد كتير، هقعد شويه صغيرين وارجع تاني. لا دي فيها ازازه ويسكي، متاخريش. مع السلامه حبيبتي. السهر ان ماما تعبانه وعايزانا نروح نشوفها شويه. انت عارفه يا حبيبتي لازم اسافر العزبه مع المحامي علشان اخلص حكايه البيع. انت امبارح اعتذرت، بعدين هتزعل منها. البركه فيكي، ان شاء الله الاسبوع الجاي هنمضي طول النهار عندها. لقد طردت من حياتي الزوجة المخلصة لأضع مكانها زوجة خائنة. بعت البريئة واشتريت المجرمة. يا رب هل بدأ انتقامك؟ يا رب أيها المنتقم الجبار متى تكون غفورا رحيما؟ حياتك يا مصطفى، اعصابي النهارده مش مستحمله ولا مزيكا ولا فلسفه. متضايقه من ايه يا ندي؟ متضايقه لانك اتغيرت، ما بقتش زي زمان. بقالنا مده ما شفناش بعض ولا سالت ولا حاجه، يعني لو ما كنتش كلمتك انا النهارده برضه ما كنتش سالت. والله اليومين دول كنت مشغول قوي. انت لسه بتحبني؟ في بعض سعادتك اسئله مش وقتها ابدا. شوف يا ستي، اللي انا شايفه فيكي بحبه، واللي انت شايفاه فيا بتحبيه، لكن فيكي حاجات انا مش شايفها، ما اقدرش اقول اذا كنت بحبها ولا لا. انا كنت متاكده برضه. متاكده من ايه؟ بحس انك بعيد عني، بعيد قوي. احسن عشان ابحثك اكتر. انا متاسفه لازم امشي. انا مستني منك تليفون. ايه دول؟ 15 جنيه بس؟ ده جوزك بقى جلد قوي. يا اخ حرام عليك، ده لسه مشتري العربيه الجمعه اللي فاتت ودافع فيها الشيء الفلاني. طب مش تقولي لي وبعد حكيت شويه. يا خبر، ده احنا الوقت سرقنا النهارده قوي، انت عارف الساعه كام؟ تطلع لها واحده. اتنين وربع. يا خبر. الساعه بقى اتنين وربع وكوثر لسه ما رجعتش. ما قالتلكيش رايحه فين؟ أنا سألت عليها عند والدتها، قالوا خرجت الساعة 10. أظن يا بابا قالت لي إنها رايحة للدكتور. دكتور؟ ليه مالها بعد الشر؟ سيبها الصبح كويس؟ معرفش. ما تعرفيش دكتور مين علشان أطلبها وأطمن عليها؟ لا. حاجة غريبة خالص. إنني أستطيع أن أسحقها. أستطيع أن أطردها من البيت. ولكن أبي المسكين هل يتحمل صدمة أخرى؟ هل تتحمل كرامة رجل كل هذا العبء؟ كوثر، بابا سأل عليك عند مامتك، قالت له مشيتي من الساعة 10. إذا سألك قولي عند الدكتور، أنا قلت كده. أنهي دكتور؟ أي دكتور، أي دكتور. ميرسي يا نادية. كنت فين يا كوكا لحد دلوقتي؟ خضتيني عليك يا شيخ. مش هقول. ما أنا عارف، كنت عند الدكتور. أخفى عليها، مع كل ما حلفها إنها ما تقولكش. ما تقوليش عليا. صحيح. نادية،
امرنا بالغدا احسن الواحد بس من جوه. لا 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 مش عارف اشكرك ازاي. على ايه؟ على حكايه الدكتور اللي الفتيها ولحنتيها بالسرعه دي. انا ما عملتش كده عشان خاطرك. امال علشان خاطر مين؟ عشان خاطر ابويا المسكين. انا عارفه ان لك علاقه بواحد وفاهمه حكايه التليفونات والخروج، لكن مش قادره احطم حياه بابا مره تانيه. اسمعي، انت عارفه ان ابوكي بيحبني ولا لا؟ وانه سعيد معايا ولا لا؟ خلاص كفايه عليه كده. عندك حق، الغلطة غلطتي أنا. المرة دي الصدمة مش هيستحملها، عشان كده أنا ساكتة غصب عني ومش قادرة أتكلم. إيه يا جماعة؟ عملت إيه؟ أصل نادية مش عجباني اليومين دول، حبسة نفسها في البيت، لا بتخرج ولا بتشم الهواء ولا بتزور حد. ليه كده يا نادية حبيبتي؟ خلي بالك من نفسك. أنا هخليها تخرج غصب عنها، وحياة نادية تحجز لنا بكرة ترابيزة في الأوبر. يا سلام عليك يا كوثر وعلى حنيتك. اتنين. هلو سمير. أهلا سمير، أنت ما تعرفش نادية؟ طبعا كوثر دايما تقول لي عليك انك جميله، لكن ما كنتش هفتكرك جميله بالشكل ده. انت جبتيني هنا عشان كده؟ ايه ده يا جلاس؟ ده انتوا خسرتوا خالص. ايه رايكم في اتنين مارتيني؟ اشربي مارتيني يا ناديه؟ لا ده يفتح النفس يا ناديه هاني. مش تقوم بقى؟ خمسه بس لما نقعد مع سمير. الله، ايه اللي جابكم هنا؟ شاطر رايح للكوافير؟ اصل خلصنا بدري قلنا نيجي نقعد هنا شويه. الاستاذ سمير يا بابا. تشرفنا يا فندم. بعدين هتعرف كل حاجه. اعرف ايه؟ بعدين كوثر هتفهمك على كل حاجه. والله يا فندم انا كنت احب اتشرف بمقابله سيادتك من كام يوم، لكن فضلت اسيب المساله لناديه. هي وكوثر هانم يختاروا الوقت المناسب. بس اظن الوقت المناسب ما كانش يصح يكون هنا. كلام ما ينفعش دلوقتي يا احمد. يلا بينا وربنا يقدم اللي فيه خير. يلا يا نادي. صفورة سعيدة. مع سلامة. وعرفتي منين الشاب ده يا نادي؟ على البلاج. ايوه هو طلب يقابلك، بس انا فضلت ان اعرفه بكوثر الاول عشان هي تقول لك. يا ترى يقرب للمرحوم حسام الدين باشا اللي كان تاجر اقطان في اسكندريه؟ اظن كان بيقول انه ابن. على العموم هم من عيله كبيره قوي، لكن افتقروا مضاعت ثروتهم. بيشتغل ايه؟ اظن في شركه التامين. مش كده يا ناديه؟ ايوه. انا هسال عنه، وما دام بتحبيه يا ناديه أنا مش عايز أكتر من إن أخلاقه تكون كويسة، الفقر والغنى ما يهموش. اسمعي، دايما شبكتيني في حكاية سمير بتاعك ده تخلصيني منها، أنت فاهمة؟ وليه ما تتجوزيش سمير؟ هو سمير وحش؟ بالعكس، ده شاب لطيف ودمه خفيف وأبوه كان باشا. هو صحيح فإيه، لكن مش مهم. أبوكي غالي يصرف عليكم أنتوا الاثنين. أنت بتهزري يا كوثر؟ والله أنا بتكلم جد. إذا كان على المصروف يعني تيجي تسكنوا معانا مطرح عمك عزيز مكان سهل. عشان يبقى جوزك وعشيقك في بيت واحد. يا أختي يا نادية خليكي سبور ومار. يوه بكرة تحبيك حتى سمير يتحب. اسمعي كوثر، أنا بنذرك إذا كنت بتحاولي تهدمي حياتي عشان غرامياتك فأنا هطربق البيت ده على دماغك وعلى دماغ اللي فيه. لا يا فندم عمري ما اشرب سيجاره.
ما دخلش يا فندم. المهم عندي الاخلاق وان بنتي تكون مستريحه. في الحقيقه انا سالت عنك واستفسرت من الشركه اللي بتشتغل فيها، لكن زي ما قلت لك ناديه. تعالي يا ناديه. مكسوفه يا عيني، لسه صغيره. ليه جريتي كده زي البنات الصغيرة؟ مبروك يا نادية. على ايه؟ أنا خلاص وافقت. وافقت على ايه؟ على سمير. مش فاهم. لا ده أنت زودتيها قوي بقى. زودتها ده ايه؟ يا ستي سمير جه خطبك النهاردة وأنا وافقت. الجدح كان مكسوف خالص، وأنا بيني وبينك كنت مكسوف أكتر منه. مين قال إن أنا عايزة أتجوز؟ كوثر قالت لي على كل حاجة. لكن أنا مش عايزة أتجوز. مش عايزة ايه؟ أمال كنت عايزة تعرفيه من غير ما تتجوزيه؟ وكنت بتروحي تقابليه وتاخدي كوثر معاكي وأنت مش ناوية تتجوزيه؟ طب مش نستنى لما تسأل على أخلاقه وعلى حالته؟ يعني هو أنا كنت هقبله من غير ما أسأل عليه؟ أصحابي كلهم في النادي شكروا لي في عيلته، ومدير شركة التأمين قال لي إنه لكن برضه تستنى لما نتأكد، مش كده يا كوثر؟ والله أنا مش شايفة أي داعي إن نستنى كده. أنت طول عمرك مترددة، وخصوصا في حكاية الجواز دي. اسمعي يا نادية حبيبتي، أنت بتتخضي من يوم ما كان عندك 16 سنة، كل ما يجيلك واحد ترفضيه. أنا ما أقدرش أبدا أسيبك لحد ما تضيعي مستقبلك بإيديك. أنت اتضايقت مني يا بابا. أتضايق منك إزاي؟ ده أنا مش عارف إزاي هعيش من غيرك. أنا هشترط على سمير إنكم تقعدوا معايا. يا ريت والنبي يا أحمد. ده جدع ابن حلال ومتعلم وشاب كويس قوي يا نادية، وأنت بتحبيه. إذا كان على الغنى مش مهم أبدا، عندك اللي يكفيك وزيادة. ما بحبوش يا بابا، ما بحبوش. إزاي بقى الكلام ده؟ هو أنا اللي اخترته ولا أنت اللي اخترتيني؟ سيبها دلوقتي يا أحمد، كلنا في الأول عملنا كده. المهم إن إحنا نسرع ونكتب الكتاب. لقد اعتقدت يوما أني شريرة، ولكن الله وعدني بأشر مني. لقد وضحت خيوط المؤامرة، فيضمن سمير بزواجي حياة فاخرة هنية، ويضمن في الوقت نفسه أن يكون قريبا من كوثر. يا لأبي المسكين، سيأخذ سمير ابنته وزوجته وماله. يا رب، هل هذا هو انتقامك؟ مش عايز اي لخبطه تحصل بالليل. ها اطمن. احنا صباح الخير يا نادي. صباح الخير يا بابا. اهلا بعروستنا. انت باين عليك ما نمتيش طول الليل. هي اللي كاتبه كتابها الليله دي لها نوم. ربنا يهنيكوا. ناديه طول عمرها عاقله وتستاهل كل خير. بس احب اقول لك يا ناديه ان الحكايه مش حكايه جواز وبس، لازم تحبي جوزك وتخلصي له. شايف انا بحب كوثر ازاي؟ انا عمري ما كنت اتصور اني احب بالشكل ده، وهي كمان. خلي حبها واخلاصها قدوه لي. أنا هفوت على النادي على أصحابنا وبالمرة أأكد على المأذون. معي الجوازة دي مش هتتم، فاهمة؟ مش هتتم. ليه؟ ده سمير جدع كويس وابن حلال. كويس عشانك أنتِ. يكون أحسن له ما يجيش الليلة دي، لأني مش هتجوزه، لأني بكرهه وبحتقره. طب ومال؟ أنا حبيت مدحت وأنا تلميذة معاكي في المدرسة، ولا اتجوزتوش، واتجوزت واحد تاني لا كنت بحبه ولا أعرفه. حبيت سمير ولا اتجوزتوش، واتجوزت ابوكي من غير ما احبه. الحب حاجه والجواز حاجه ثانيه. حلوه دي اخلاق. انا مش هتجوزه واللي يحصل يحصل. على كيفك. بس في رساله احبك انك تقوليها لابوكي. انا هتغدى النهارده بره عند سمير في شقته، واذا كان عاجبه على كده عاجبه، مش عاجبه يبقى يطلقني. كان علي ان اختار سعاده ابي او سعادتي، حياتي او حياته، ولم يكن هناك طريق آخر. ربما كان الذنب ذنبي لأني تفطرت على خيانة كوثر، ولكن هل كنت أستطيع أن أفضحها وأهدم البيت مرة أخرى على رأس أبي ورأسي؟ لقد كتمت خيانتها حتى لا أقضي على أبي، فلماذا ينتقم الله مني؟ هل مجرد التستر على الخطيئة جريمة تستحق كل هذا العقاب؟
ولكن هل هذه هي جريمتي الوحيدة؟ أين أنت لترحمني، لتنقذني؟ إلى من أذهب؟ ومن أستطيع أن أستشيره؟ لو كان لي أخ أو أخت، لو كانت أمي تفهمني، لو كان لي صديق. الأستاذ مصطفى موجود؟ 28107 عزل، ما تعرفش عنوانه من فضلك؟ طيب متشكر. انت متاكده من علاقه كوثر وسمير؟ انا خايف تكون وشايه. انا شخصيا لو اعرف انه هيصدقني ما كنتش اتردد دقيقه واحده ان اقول له كل حاجه. انا عارف انك خايفه عليه، لكن انا عندي اتألم شويه احسن ما يعيش طول عمره مغفل. انت يا ناديه يا حبيبتي اللي لازم تقولي له، تعترفي له بكل حاجه، تنقذيه وتنقذي نفسك. قولي له يا ناديه، يمكن يفوق ويندم على الغلطه اللي ارتكبها في حق صفيه. صفيه؟ تاكدي يا ناديه ان صفيه بريئه وست شريفه وكانت بتحبه، ومش ممكن هيلاقي زيها. انا متاكده، متاكده قوي. اهلا اهلا نادي. ايه المفاجاه اللطيفه دي؟ اتفضلي يا حبيبتي، والله وحشاني قوي. ازيكم كلكم؟ ازاي دادا حليمه ولست عبده؟ كويسين الحمد لله. والله لسه على بالي، كنت هسال عليكي في التليفون، لكن انت عارفه الظروف. الله يجازي ولاد الحرام. الله ناديه، مالك؟ طنط صفيه، انا جايه اترجاكي في موضوع قوي يا حبيبتي. عن ابنك ناديه. اظن فاكر ناديه. ناديه لطفي. اهلا وسهلا مدام ناديه. مصطفى خطيبي. مبروك. مبروك يا فندم. اتفضلوا. عن اذنكم انا اتاخرت قوي. الله ناديا. يا رب هذه مشيئتك، هذا هو انتقامك، فلأتحمله راضيا. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. جواب سعيد مبارك ان شاء الله. العاقبة عندكم في المسرات ان شاء الله. فضل. السلام عليكم ورحمة الله. تسمحوا لي اكلم ناديه؟ انا مش فاهم ايه اللي جابه دلوقتي. هو مين؟ عمك. عمي طول عمره بيحبني، مش معقول يعرف اني هتجوز وما يجيش يشوفني. عشان خاطري يا بابا كلها ساعتين وكل واحد يروح لحاله. طب يلا اعملي همه لحسن مأذون، جاوا الناس مستنيين. مبروك يا سمير، الله يبارك فيك. انا عاوزك في المدينه. تعال بس. انا متاسف اذا كنت هعطلك، انما عاوز اخد رايك في مساله قانونيه. بس انا مش محامي. انا مالك تجارب، هو موضوع خطير شوية. إذا ثبت على واحد إن له علاقة بواحدة ست متجوزة، تعرف العقوبة اللي بتحكم بيها عليه؟ لا والله ما عنديش فكرة. مدة بسيطة، أظن 3 سنين. إنما أنا إيه علاقتي بالكلام ده؟ ويمكن ما يتحبسش، تعرف إمتى؟ لو عرف جوزها، يمكن يقتله قبل ما يتحكم عليه. انما انت مش شايف ان انا ماليش اي علاقه بالموضوع ده؟ انت مش شايف انك سايق الهبال على الشيطانه ومش عايز تحس باللي بتعمله؟ ايه اللي بعمله؟ انت فاهم
لو علاقتك بكوثر مش معروفة. كوثر؟ اسمع مني وما تضيعش الوقت. انت لسه قدامك فرصة انك تهرب. كلمة واحدة من نادية توديكوا في داهية. ده كلام فارغ. أنا بودني سمعتك وأنت بتكلم كوثر. سمعتني فين؟ ما هي مسجلة صوتك الحلو وصوت كوثر هانم وأنتوا بتكلموا بعض في التليفون. عن العش اللي بتتقابلوا فيه. الليالي الحمراء اللي بتقضوها سوا. على إذنك. فكر بسرعة. وما تنساش حاجة. إذا نادية ما اتكلمتش، أنا اللي هتكلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ونسأله التوبة والمغفرة والنجاة من النار. الفاتحة. أن ربنا يجعل هذا الزواج مباركا سعيدا ميمونا وأن يمنح العروسين الذرية الصالحة. الفاتحة. زوجتك ابنتي نادية لطفي على مذهب الإمام أبي حنيفة وعلى الصداق المسمى بيننا. زوجتك ابنتي نادية لطفي على مذهب الإمام أبي حنيفة وعلى الصداق المسمى بيننا. قبلت منك زواجي. لا لا يا بابا مش عايزاه. نادية سمير ده يبقى عشيق كوثر. اخرجي. الكلام اللي بتقوله ده صحيح مع الاسف. اطلع بره كفايه اللي عملته. هو ما عملش حاجه يا بابا، انا هعترف لك بكل حاجه. احب افهم اولا ايه علاقه كوثر بسمير؟ انا هقول لك، انا عندي تسجيلات للاتنين وهما بيكلموا بعض في التليفون، وعندي كل الاثباتات. مين اللي قال لعمه؟ لازم هي. اسمعي يا كوثر، احنا لسه قدامنا فرصه للهرب. انا مش ممكن اسيب البيت ده مهما حصل. التهمه لابسانا، ده عمها بنفسه قال لي انه ناديه في ايدها الدليل المادي. ولا انت مجنونه؟ دي جنايه وفيها سجن. اسمعي كلامي وتعالي معايا. قولي لي، مفيش حد نهرب منها من هنا؟ أنا متأسف. نادية تعبانة شوية، مضطرين نأجل الفرح ليوم تاني. متشكرين ومتأسفين. أنا يا طنط مش هنزف العروسة؟ اندهيلي ده حبيبة حبيبي. أكبر دليل على جريمة المجرم السافر. Thank you.
صفية مظلومة يا بابا، وعمي بريء، أنا اللي كنت بغير منها، ربنا انتقم مني. عزيز، اطلب المستشفى حالا. نادية، 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 نادية. ازيها النهاردة يا دكتور؟ الحمد لله، اتحسنت كتير. تفتكر الحريق هيسيب أثر؟ مع الأسف، جسمها اتشوه. ما نقدرش نعمل لها عملية تجميل؟ ما افتكرش. أشكرك. ألو نادية، أنا كنت مع الدكتور وطمني عليكي خالص. قال لك على كل حاجة، قال لك إن جسمي اتشوه، قال لك إن حاجة. ربنا يا نادية إن ربنا نجاكي وكتب لك السلامة يا حبيبتي. نجاني عشان ينتقم مني، أنا أسأت إليكم. وإحنا مسامحينك يا نادية. لكن ربنا مش مسامحني. إن الله غفور رحيم يا حبيبتي. أنا مستحقش رحمة. انسي الماضي يا حبيبتي. الحمد لله إن ربنا جمع شملنا، ونقدر دلوقتي كلنا نبتدي حياتنا من جديد يا نادية. يا رب، يا رب لا تتركني للضلال، ولا تتخلى عني للخطيئة، ولا تجعل الشر ينتصر في على الخير. يا رب ألهمني راحة الضمير حتى أستطيع أن أنام.